الملف السياسي اللي كان عارف بلاه هو يعني الاعتراف الضمني بمغربية الصحراء لطرف رئيس الحكومة الإسبانية، وكذلك الاحترام المتبادل للوحدة الترابية للبلدين. كذلك الملف الأمني كان عارفوا يعني هناك اتفاقيات عديدة بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية تتطرق إلى الملف الأمني كمحاربة الهجرة الغير النظامية، محاربة كذلك ظاهرة الإرهاب، وكذلك محاربة يعني الجريمة المنظمة. هناك ملف آخر كذلك وهو ملف الثقافي، فيكفي فقط ذكر بأن المغرب هو يعني داخل المغرب هناك أكبر بيئة ثقافية يعني مراكز ثقافية الإسبانية توجد يعني كثيرة بالمدن الكبرى المغربية، ولكن الشق الكبير للملفات هو الملف التجاري والاقتصادي. إذن بداية عهد جديد بين المملكتين، مملكتين كبيرتين عريقتين، ستعطي دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية والعلاقات التجارية بين البلدين، وكذلك ستخلق دينامية جديدة وفرص استثمار لكبريات الشركات الإسبانية للدخول في شراكة مع الشركات المغربية، خاصة وأننا نعلم أن المملكة المغربية برعاية صاحب الجلالة فتحت أوراش كبرى بجميع التراب الوطني، ولها بنية تحتية في المستوى الدول المتقدمة، ويمكن للمقاولات الإسبانية الاستثمار في العديد من مجالات داخل المغرب كقطاعات مثلا كقطاع الطائرات، قطاع السيارات، قطاع الاتصالات، قطاع الطاقات المتجددة. كذلك هناك فرص كبيرة استثمار في قطاع السياحة والخدمات. إذن المغرب وإسبانيا يعني فتحوا صفحة جديدة، صفحة تبنى يعني الصراحة فيما بينهم، ويعني غيكون واحد الانطلاقة قوية جدا بين العلاقات المغربية وإسبانيا في جميع المجالات.